نكمل. طبعا حسوا ما عندنا رازبري باي. وين الماي؟ الماي وين؟ حسوا ما؟ أعطيهم. سمعت عنها عن طريق الهيئة وخذت عنها نبدأ بسيطة جدا ما إنها يعني عميقة. أعطيني وش سمعت عنها؟ يعني هي أول شيء كأنها يعني كمبيوتر مصغر وتقدر تستخدميها وتوصليها بأجهزة عديدة سواء كانت عن طريق الكمبيوتر سواء توصليها بكيبورد سماعات روبوتات يعني أجهزة مختلفة إلكترونية وتقدري أيضا تتعاملي معها كبرمجة مبتدئة أو بمعنى أصح مش مبتدئة بس يعني ما أنها صعبة يعني صعبة في التعامل بس هي هذه المعرفة السطحية. ممتاز. طبعا عشان نبدأ نشرح راسبري باي لازم نفهم إيش هو الكمبيوتر. ما هو الحاسوب؟ الحاسوب اللي تستخدمه عبارة عن إيش؟ حد اللي جاوب؟ عادي يقول إيش ترى منها يقدر نتعلم يعني. هاردوير and software. أوكي هاردوير and software وإيش غيره؟ وش هي الهاردوير في الكمبيوتر؟ كيبورد ماوس مونيتور سي بي يو مثلا. ممتاز. طبعا اذا جينا نفهم الكمبيوتر عباره عن ايش عباره عن اللي هي الميموري عباره عن سي بي يو اللي هي بروسيسور عباره عن انبوت واوتبوت. طبعا اذا جينا نقارن الحين الكمبيوتر اذا سالتكم سؤال مثلا عندكم سماعه سماعة أذن عبارة عن input ولا output؟ output. أعطوني مثال عن input. keyboard. طبعاً CPU عبارة عن اللي هو اللي يعمل العمليات الحسابية في الكمبيوتر نفسه. الميموري عبارة عن الهارد ديسك نفسه في اللي في الكمبيوتر. زين. طبعاً تكلمنا عن الهاردوير اللي هي low level. نتكلم الحين عن الليفل الثاني اللي هو السوفت وير. طبعا في عندنا الكمبيوتر يشتغل بنظام تشغيل. نظام التشغيل ايش هي انواع انظمه التشغيل اللي تستخدموها اللي تعرفوها يعني غير عن الويندوز؟ طبعا كلكم تعرفوا الويندوز. لينكس ايش غيره؟ ماك. لو جينا على اول واحد هذا اي نظام تشغيل؟ ويندوز 8. وهذا لينكس شاطرين والله. وهذا ماكنتوش. هذا بس زين. الحين نبدا في الراسبري باي. الراسبري باي مثل ما قلنا عبارة عن كمبيوتر مصغر عندنا هاردوير وتقدر تثبت فيه السوفت وير اللي هو نظام التشغيل. طبعا ليش نستخدم الراسبري باي؟ ليش ما نستخدم كمبيوتر عادي؟ هل عنده اي فكرة؟ السعر مفتوح المصدر وش غيره؟ حجمها صغير انترفيس. اوكي طبعا في الكمبيوترات القديمه القديمه اللي ما وحيتوا عليها اللي هي كان فيها مثل البنس هذا اللي تقدر تستخدم فيها تبرمج فيها الكمبيوتر نفسه. طبعا مع التطورات الحديثه للهاردوير للكمبيوترات صاروا الناس يبتعدوا عن البرمجه. طبعا طلعت رازبري باي في 2012 ليش؟ لانه كان دكتور في الهندسه يعلم الطلاب الكمبيوتر فاكتشفوا انهم ما قدروا يتعاملوا مع الكمبيوتر ببساطه. فايش سوى؟ طلع اللي هي رازبري باي عشان يتعاملوا مع الكمبيوتر ببساطه ويقدروا يبرمجوا فيها بدون ما يخربوا الكمبيوتر. يعني الحين صعب انك تقول حل واحد تعال برمج على الكمبيوتر وفي النهايه هو يجي ويخربه في النهايه. فكمبيوتر غالي يمكن فوق ال 100 ريال نشتريه. اذا كنت تضيع بلغه برمجيه مثلا اذا جينا على C++ وعلى الاسمبلي ممكن اي كوماند بسيط يمكن يحرق عليك الميموري ولا يحرق عليك البروسيسور. فصعب انك تبرمج على حاجه تكون غالي. فطلعت من هنا الرازبري باي. طبعا المكونات طبعا هذه الرازبري باي اللي ما شافها ممكن أميرة تمرريها عليه. طبعا بحجم الكف وهي عبارة عن كمبيوتر. لو كنا نشوف على المكونات الرازبري باي. رازبري باي إيش فيها؟ فيها اللي هي الانبوت اللي هي اليو اس بي بورت عشان ندخل فيها الفلاش الميموري
والماوس والكيبورد. وطبعا عشان الديسبلاي عشان نوصلها بالشاشة نعرضها نوصلها بالاتش دي ام اي اللي هي عشان نوصلها بالشاشة. وفيها الباور اللي هي نستخدم مايكرو يو اس بي. وطبعا هذا البنس اللي تشوفوها هنا هي عبارة عن البرمجة الالكترونيات، مثلا اريد برمج ليد ولا برمج اللي هي برمج يعني الكترونيات استخدم هذا الجي بي اي او. وطبعا فيها هذا اللي هي الار سي اي اللي يستخدموها حل الشاشات القديمة، مثلاً التلفزيونات القديمة تستخدم RCA بدل ما تستخدم اللي هي HDMI. وهذا طبعاً الأوديو اللي هو وصل فيه الصوت. إنزين، في هناك عدة أنظمة تشغيل ممكن نستخدمها حال الرازبري باي. حد يعرف منها أي واحد منهم؟ أندرويد. يعني ممكن البروسيسور اللي في الرازبري باي هو نفس البروسيسور المستخدم في الاندرويد هي الARM. طبعا في عده انظمه تشغيل اللي هي رازبيان، طبعا هي مبنيه على توزيع الديبيان، وفي توزيع ثاني اللي متخصصه في السكيورتي، فيها ادوات السكيورتي بالاختراق والامن المعلوماتي اللي هي كالي، وفيها توزيع ثاني اللي هي يستخدمها للروبوت. يعني مثلا عشان تستعمل تسوي ريبورت ما يحتاج روبوت، ما يحتاج تسوي اللي هي نزل نظام تشغيل في نظام الار او اس متخصص حال الروبوتات فقط. والأوبن إي كليك اللي هي توزيعة متخصصة حال الميديا، يعني كيف تحول تلفزيون الخاص حالك حال كمبيوتر كله في أفلام، يعني يكون في ميديا مخصص حال فقط حال الميديا. ما الذي نحتاج عشان نشغل رازبري باي؟ طبعا رازبري باي مثل ما قلت لكم عبارة عن كمبيوتر. الكمبيوتر ايش يحتاج بالضبط؟ يحتاج اللي هو تحتاج اللي هي الاس دي كارد عشان ندخل فيها الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل، تحتاج اللي هي الكيبل المايكرو يو اس بي والماوس والكيبورد عشان تعمل الكودينج فيها، وهذه الار سي اي يستخدموها حتى التلفزيونات القديمه، وشاشه والاتش دي ام اي، وممكن تستعمل عشان تستخدم الانترنت ايثرنت ولا الواي فاي ادابتر، يعني نوعين متخصص موجود. الحين عشان 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 نبدا في رازبري باي ايش راح نسوي؟ راح ندخل عندك الاس دي كارد ندخل فيه نظام التشغيل، ندخلها في الميموري في الرازبري باي. وين موجود الرازبري باي؟ هذه رازبري باي وهذه الاس دي كارد، ممكن ندخلها في رازبري باي وندخل فيها المايكرو يو اس بي. المايكرو يو اس بي هذه يستخدموها حل نفس الشارج مع التلفونات، فلما تركبها وتركب هنا اللي هي الشاشه. طبعا اول ما تركب في الباور راح تعمل بوتينج، يعني تدخل على نظام التشغيل وتظهر لكم اول شيء اللي هي الكونفيجريشن، يعني الضبط مال رازبري باي. طبعا فيها اللي هي تغير الهوست نيم، تغير اللي هي تغير المستخدم وتغير الباسورد، وفي عدة انواع من الكونفيجريشن. طبعا داخل نحن نستخدم لينكس داخلها، ف لينكس عباره عن نظام تشغيل صح. زين، هل يعرف مميزات نظام لينكس؟ طبعا مكتوبه هنا بس نحب شوي نتفاعل. ايش مميزات نظام لينكس؟ ها سريع. ليش تغشي؟ طبعا الدكتور الفاضل تكلم عن لينكس وتكسافه تكلم عن لينكس، فما اطول فيه، فقط مميزاته اللي هي مجاني مفتوح المصدر، نظام امن وموثوق، ما في فيروسات، وسريع التحديثات، يعني الثغرات اي ثغره تنزل مره ينزل لها تحديث. طبعا لو كنا على مكونات نظام لينكس، عباره عن كيرنل اللي هي النواه اللي هي تتحكم بكل شيء. هذا الكيرنل فيها صدفة هذه تحمي الكيرنل من أي أوامر تجي من اليوزر. بعد الصدفة الشل تجي الواجهة الرسومية اللي تستخدمها، مثلا تشوف هنا يروح الماوس، تفتح الشاشة، بعض البرامج. طبعا بشرح لكم أهم البرامج الموجودة في الرازبري باي. طبعا هذه الصورة عبارة عن اللي هي الواجهة البرمجية للرازبري باي اللي هي نظام رازبيان.
اهم شيء في النظام النظام في الرازبري باي تجي معها برامج مجانيه. هي اصلا برامج ما مجانيه بس في رازبري باي مخصصه حالها مجانيه. مثلا لو جينا على لغات البرمجه اللي هي ماثماتيكا وولفريم، هذه عباره عن برامج اصلا مدفوعه لكنها في الرازبري باي جايه مجانيه. وفي اللي هي سونيك باي، سونيك باي اللي هي كيف تحول البرمجه الى صوت، يعني تبرمج تكتب كود وتحول هذه البرمجه الى صوت. طبعا فيها سكراتش، فيها سكراتش المخصص للاطفال، فيها البايثون اللي هي البرمجه بشكل عام. يعني زين اذا قلنا على برامج الرازبري باي، الرازبري باي فيها برامجها مخصصه. طبعا صعب تشغل برامج الكمبيوتر البروسيسور العالي في بروسيسور صغير، ففيها برامج الخاصه اللي هي موجوده في الباي ستور. يعني اي برنامج تريد تنزله من الرازبري باي يكون في الباي ستور. وبالنسبة للألعاب، في نوع من الألعاب، في ألعاب البايثون اللي هي مش مجرد ألعاب، ألعاب تقدر تطورها بنفس الوقت وتقدر تلعب فيها. مثلاً الماينكرافت لعبة مشهورة، لكن في الرازبري باي هي اللعبة الوحيدة الموجودة بواجهة برمجية. يعني أنا ما ألعبها، أنا ألعبها وبرمجها. يعني مثلاً أقدر أسوي جويستيك اللي هي العصا التحكم وأتحكم باللعبة من الخارج، أصنع اللعبة بنفسي. يعني هدف الرازبري باي هي هدف تعليمي طبعاً، هدف الاستخدام العادي. إنزين، الحين نحن قلنا نستخدم في رازبري باي نستخدم فيها الشاشة. طبعًا صعب إن في كل مرة أروح مكانش معي شاشتي. فإيش الحل الموجود؟ الحل موجود فيها التحكم عن بعد عن طريق الوايرلس. إنزين، في نوعين من التحكم عن طريق اللي هي الأوامر، والتحكم عن طريق اللي هي الواجهة. طبعًا عن طريق الأوامر اللي هي SSH اللي هي سكيور شيل. طبعًا كيف فكرة عمل السكيور شيل؟ اللي هي تكون برنامج في الكلاينت وبرنامج في السيرفر. زين، فنحن بالعادة لما نريد نتصل في السيرفر اللي هي الخادم عشان يعطينا بعض الأشياء من عنده، نثبت في الرازبري باي اللي هي البرنامج للسيرفر. نحن كمستخدم يكون عندنا الكلاينت، نحن العميل يعني. فإيش راح نسوي؟ راح نثبت برنامجين، برنامج معاي وبرنامج في الرازبري باي. بعد ذلك نعمل اتصال عن طريق الوايرلس أو النتورك. أنا مثلاً أريد مثلاً أتحكم، أعمل تحديثات حال رازبري باي وأنا أكون ما موجودة. مثلاً أدخل على البيت، هي موصولة في النتورك، أدخل على البيت من الكمبيوتر الشخصي أسوي تحديث حال رازبري باي وبدون ما أفتح الشاشة. أو إني مثلاً في بعض البرامج تنزل لك الأفلام عن طريق التورنت، بتنزل لك الافلام عن طريق التورنت فقط بالاوامر. يعني مثلا اوكي اريد انزل برنامج ولا اريد انزل فيلم، ما اروح افتح لي رازبري باي توصلها في الشاشه، فقط اعرضها مثلا تكون موصله في التلفزيون نفسه فقط عن طريق الاوامر. اكتب امر يعطيني الفيلم هنا ويعرضها في التلفزيون مباشره. التحكم الثاني اللي هو في بي ان. طبعا لو تشوف الشاشه هنا، هذه الشاشه عباره عن في بي ان، يعني المشغل عن طريق الفي بي ان. يعني ما في شاشه، هذه شاشه لابتوبي وهذا نظام التشغيل الداخل نظام الرازبيان. تقدر تنسخ وتحمل اي شيء عادي. زين، طبعا اللغات البرمجيه اللي تدعمها الرازبري باي فيها عده لغات برمجيه. مثلا لو جينا على الاردوينو، مثلا الاردوينو شبيهه للرازبري باي لكن ما فيه نظام تشغيل، فيها اغلب مثل هذه القطع بتكون فيها لغات برمجيه معينه. لكن الرازبري باي فيها عده لغات برمجيه اللي تدعم نظام لينكس. مثلا عندكم سي بلس بلس، سي شارب، جافا، بايثون، بيرل، روبي، ام باسكال. يعني مثلا انا اريد ابرمج في الرازبري باي، ما احتاج لي مثلا اروح اتعلم لغه برمجيه جديده مثل الاردوينو. احتاج اتعلم لغه اللي الاردوينو. ففي الرازبري باي لا، في الرازبري باي عندك مثلا تعرف في البايثون تبرمج في البايثون، تعرف في السي بلس بلس تبرمج في السي بلس بلس. زين، هذه اللي تشوفوها هنا اللي هي عباره عن منافذ التحكم اللي هي جي بي اي او، اللي هي هذه البنس. هذا البنس يستخدموها حال برمجة الإلكترونيات. مثلا أنا أريد أصنع مثلا بيت ذكي مثلا يشغل لي الليت لما يكون توصل الإضاءة مدة معينة. فهو مباشرة عن طريق البرمجة من هنا
للليت نفسه وفي شغلين اللي إياها من نون كذا. طبعا لو تشوف هنا منافذ التحكم فيها اللي هي الباور 3 الباور وفي 5 فولت وفيها طبعا الجراوند. وطبعا منافذ التحكم اما تكون ان هي اللي انبوت او اوتبوت. يعني مثلا الليت انا اريد يطلع لي ما الليت مستحيل يطلع لي يسحب شيء الليت يطلع انبوت اوتبوت. فلما برمجه فحطه في ضمن الكوره حطه اوتبوت. طبعا ما يصير اشرح لكم اياها كذا يعني. فقط مثال بسيط على الرازبري باي اللي هي على البرمجة الجي بي اي او. طبعا اول حاجه تحتاج اللي تحتاج تستخدمها عشان تبرمج الرازبري باي تنزل اللي هي تنزل المكتب الخاص للرازبري باي البايثون اللي هي هذه تعملها امبورت. زين بعدين تعمل ست مود حال الجي بي اي او. طبعا الجي بي اي او اللي هي قلنا لكم اللي هي منافذ التحكم هذه تعملها اذا كانت هي انبوت ولا اوتبوت. طبعا تخبرها اي واحد مثلا هنا 11. طبعا هنا الجي بي اي او اوتبوت يعني طلع لنا لو تشوف الدائره الكهربائيه طلع لنا افتام موصلين بالليد اللي هي الليد هنا. فنعمل له اوتبوت يكون زيرو يطفي لما يكون 1 يشتغل الليد. فطبعا هنا اللي هي التايم يعني يكون في تايم لما يشتغل يتبنى يشتغل تايم يكون في تايم اللي هي 1 سكند. هذا فقط مجرد مثال بسيط عليها. طبعا في الرازبري باي مش مثلا الرازبري باي مثلا قلنا هنا تكون حال كبار وحال صغار مش حال كبار فقط. طبعا حال صغار مستحيل يتعلموكم سي بلس عشان يتعاملوا مع الجي بي اي او. ممكن بطريقه ثانيه اللي هي عن طريق السكراتش. سكراتش حسنا معنا لا سكراتش ما سمعت عنه. سكراتش هو برمجة للأطفال لكن عن طريق المكعبات. يعني مثلا أريد أن يتحرك أضيف مكعب أن يتحرك أريد عن طريق المكعبات أن يعني يعمل لبنات يعني يبنيهن وكذلك يكون يتعلم البرمجة مثلا يعمل تكرار عن طريق البرمجة هذه. طبعا في نوع أنه يستخدم البرنامج نفسه ويطلع للأوتبوت في البرنامج نفسه أو أنه يبرمجها ويطلع لنا عن طريق مثلا يطلع لنا موجوده يعني مثل ما سويناها اللي قبل. مثل هذه تكون عن طريق سكراتش مثل هذه. طبعا هذا نوع ثاني هذه مثال كيف يحرك السنور كذا. ماذا يمكن طبعا احنا شرحنا الحين الرازبري باي. ايش تتوقع انكم ممكن تعملوا بالرازبري باي؟ هل عندنا اي فكره؟ تبدأ أي مشروع؟ ماينكرافت يعني ممكن كنت برمج اللعبة عن طريق الماينكرافت برمجها تكون لعبة جاهزة معاك يعني ممكن هذه. ممكن مشروع ثاني؟ هل عندنا مشروع ثاني؟ أوكي ماذا يمكننا نفعل بالرازبري باي؟ طبعا شرحت فيه أنه تكون فيه مشاريع تطبيقات الكاميرا. طبعا الرازبري باي لها كاميرا خاصة حالها تكون أو أنك بتستخدم كاميرا ثانية عن طريق اليو اس بي. الكاميرا ممكن تطبيقات الكاميرا ممكن تكشف اللص مثلا استشعار الحركة عن طريق برنامج موشن. ممكن تعمل استشعار الحركة هذه وممكن تعرضها في الايباد مباشرة. يعني ممكن تعرض أي كاميرات عند عدة كاميرات تعمل ديتكت حال الحركة. ممكن تطبيقات ثانية حال الكاميرا اللي هي اوبن سي في تعمل يعني تعرف إذا كان هذا إنسان ولا شيء ثاني مثل هذا التطبيق. يعني تحلل الصورة وتعرف إذا كان هو إنسان ولا أي شيء. مشروع ثاني هو الحاسوب الفائق. الفائق عبارة عن إيش؟ عبارة عن عدة حواسيب. طبعًا هو موجود في الجامعة تقريبًا اسمها القلعة. عدة حواسيب مجموعة مكان واحد. مثل كنا حاسوب واحد. يعني مثلا انا اريد اعمل رندر حال 3D مستحيل كمبيوتر واحد ممكن ياخذ مثلا يوم ثلاث ايام. لكن لما اعطيها سوبر كمبيوتر تتوزع الشغل برال بروجرامينج على الكمبيوتر كامل ويعملها في نص ساعه ولا في اقل عن ساعه. يعني اكثر انها تسهل العمل عن طريق تقسيم العمل. طبعا ممكن عن طريق الحاسوب الفائق ممكن عدة رازبري باي نجمعهم مكان واحد مثلا على اثنين سوبر كمبيوتر.
رازبري باي في الفضاء. طبعا احد المشاريع اللي سيوها الناس في الرازبري باي انهم رسلوها للفضاء عن طريق المنطاد المخصص للارصاد. فرسلوها للفضاء طلعت لهم صور بجهاز رخيص جدا, يعني ما راح ادفع الاف الملايين عشان كاميرا تصور للفضاء, فبجهاز بسيط عن طريق رازبري باي وكاميرا ومنطاد. طبعا هذه صوره من الفضاء وانتقلت بالرازبري باي. طبعا في الحين يتجه الحكومات على تشكل اللي هي طيارات بدون طيار, فيستخدموا الرازبري باي كأحد المشاريع يعني عشان تكون طايره بدون طيار عن طريقه بتكلفه اقل. والاون كلاود اللي هو يستخدموها مثلا, الاون كلاود عباره عن حوسبه سحابيه. طبعا ايش فكرتها في الرازبري باي؟ فكرتها انك تدخل هارد ديسك, تدخل هارد ديسك في الرازبري باي وممكن تعمل له اكسس من حاسوبك, مثلا ملفاتك تريد تنزلهم تريد ترفعهم عن طريق في الهارد ديسك مالك من دون ما تروح تنقل هارد ديسك مالك, موجود في البيت بتعمل له اكسس وتنزل وترفع على كيفك. حالين اي سؤال؟ قيمتها في القرية الهندسية 23 ريال. 23. هو ترى في إصدارات في إصدارات. إصدار هذا 23 ريال. Okay. From where you can get it from engineering village and الموالح and it's for 23 لا. دكتور سفهد 23 ريال and they supply all materials for us by yes. Any question? Hey. Hey. يتحمل تسأل سؤال إذا كان يتحمل تركب الهارد مثل هارد ديسك؟ هي تحمل عادي ترى هي مو كارت كمبيوتر. أي سؤال ثاني؟ نحن عندنا سؤال؟ لا الرازبري باي ما تطلع أنالوج, لكنها ممكن في جهاز خاص حالها بتطلع لنا أنالوج, وفي ميجا لكن كهي نفسها ما تطلع أنالوج فقط ديجيتال. كم سعر تقريبا الجهاز؟ ما اعرفه صراحه كم سعره, ما استخدمته.